حضرتك وحشتينا جدا، غايبة عننا ليه؟ أنا مش ذنبي، أنا ما بيجينيش ورق، وللأسف شركات الإنتاج دلوقتي بقت كل شركة لها شلة بتتعاون معاها، وأنا مش من النوع الفضولي اللي بقى اللي يقتحم أي شركة يقول لهم ما أنتوا داخلين مسلسل، ما أنتوا عندكم شغل، طب قدوني. ما أقدرش، لأن الباع بتاعي والتاريخي في المشوار اللي أنا فيه ده، أنا عملت أعمال جيدة جدا وكويسة جدا ومع عباقرة كبار، سواء كانوا ممثلين أو ممثلات أو مخرجين أو مؤلفين، فأنا اشتغلت مع كبار العالم ده، فمش قادرة، صعبان على نفسي ان انا اعمل عمل لايف. طيب حضرتك، تقييم حضرتك حاليا للرقص الشرقي في مصر، شايفة رايحة لفين؟ والله انا شايفة انه مش موجود خالص، فمش رايحة لفين، لانه ما ياريت فين اللي بقى رايحة لفين الاجنبيات، ودي حاجة مزعلاني جدا، لان كنت انا منتظرة يوم ما انا هعتزل، وانا اعتزلت من 10 سنين واكتر يمكن، ان هيبقى فيه يعني بنات جداد كتير، يعني براعم جداد، فمش لاقي حد عنده يعني حاجة إقبال لهذه المهنة، مع أني أنا كنت في إحدى القنوات الفضائية في لبنان على مدى 3 سنين، كنت بقدم مسابقة اسمها هذه نواعم، كان بيتقدم فيها مغاربة وتوانسة وسورية كتير عربيات ما عدا المصريات، فكنت أنا ببقى قاعدة في اللجنة يعني حزنانة على نفسي. ليه؟ لأنه بيقول لك أنا أطلع دلوقتي ممثلة أو أرقص في فيديو كليب أخد فلوس وما أدفعش ضرايب وما أجيبش اللبس على حسابي ولا أعمل مكياج ولا أي حاجة، أخد فلوس كده أصاف، فده هدفهم دلوقتي، المادة بقت بتغلب عن الموهبة، فللأسف يعني ده مش لاقيه دلوقتي. بعيدا بقى عن الرقص وعن التمثيل، اللوك بتاع حضرتك النهارده شكلك زي القمر، الفستان من ذوقك. احمد فايز مصمم ازياء لكن مكتسح ما شاء الله الايام دي، ومنتشر ومطلوب ومرغوب واقبال، يعني انا قعدت على ايده 4-5 ايام عشان يخلص لي الفستان، واصعب عليه ويخلص لي الفستان. فأحمد فايز الميك اب جو نابلسي باللبناني، وانت عارفة طبعا اللبنانيين عندهم اب تو ديت المكياج وكل حاجة دي، فياريتنا نتقدم بس ونفعل زيهم يعني ونعمل زيهم، واحنا المصريين قادرين على ده واكتر من كده.